ان شاء الله هاد الجليلي بهادي 200 درهم دو بياس 200 درهم سولد. البنات اخر موديلات جليلبات هما هادو ما يسمى بتني وفريد. الجليلبات اخر ما كاين في الموديلات عند امينه ان شاء الله. هانتوما البنات موديل اخر في جليلبات دو بياس 500 درهم. هادي حتى هي فهاد الطريزه هادي بهاد الموطارد بالموف جي. موديل زوين البنات دو بياس على هاد الشكل هذا قفطان وبالقميص ديالو مفتوح على هاد الشكل شي حاجه. موديل جلابه اخر هذا بالتنبات ديال الايده البنات وبالخدمه ديال سنيده كما تنعرفوا كتسمى. هادو بهاد الصديفات هكا اللي ولاو دابا خارجين ما بقاوش العقاد. هادي كتبقى نشعشين ولكن راه فن هاد الجلابه. انا حيت عجبني الاسود بهاد الالوان هادو شفتوا. هادي بنات موديل اخر ان شاء الله هادي ب 300 درهم. جليلبه بهاد الطرز هذا بتنبات الايد ب 300 درهم. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. البنات بزاف اللي كنا وعدناهم باننا غادي نديروا فيديو في اقرب وقت من عند امينه الخياطه اللي في شطيبه، ودابا نيت سمعت الاوديوات عند امينه بالبنات اللي متابعينا من خارج المغرب. تحيه لكم البنات كاملين داخل المغرب وخارج المغرب، والنزول عن الطلب ديالكم امينه راه من العيد، يعني مني فات العيد وهي ما نقولش لكم تجري وتجاري باش توجد لنا هذا الفيديو هذا. ان شاء الله دائما موديلات جداد وشكيلات جداد والتنبات ديال امينه راكم عارفين. وبالنسبه للمتابعات ديالنا البنات غادي نبدا لكم ان شاء الله الفيديو دائما بالجديد وكيف ما ولفاتكم الثمن المناسب. وكاين شي جليلبات فيهم السولد كما مولفنا امينه الكادو ديال الفيديو. البنات كيف العاده قبل ما نبداو بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام باش ربي يبارك لنا في الفيديو ديالنا. المحل تيتواجد في قصريه شطيبه سيدي عثمان. بالنسبه للبنات اللي ما تيعرفوش شطيبه فين جات في سيدي عثمان كنقولوا غير الحوزيه، الحوزيه باش معروفه هذه المنطقه هذه. المحل تيحلوا طيله الاسبوع من غير الجمعه في الصباح والحد في الصباح والمحل البنات كاين في الدخله رقم 6 حدا الجامع. سولوا غير على الجامع في القيصريه ديال شطيبه، الجامع هو هذا البنات، والدخله معروفه بهذا اللي تيبيع هاد اللعب ديال الاطفال. ونبداو على بركه الله. اهلا امينه، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير، امورك مزيان؟ دائما الجديد منهم جليلبة اللي لابسه لينا اليوم امينه. واليوم كاينه سميتها داك الموديل قلتي لي تني وفريد. انا بغيتي نفهم هذيك تني، فهمناها تني وفريد زعما نرجعوا في نفس لا دابا واحد الماكينه كاينه ماكينه الرجل كانت زمان كيخدموا كيتنيو الثوب وكيفردوه بالخيط. هي ديك هي تني وفريد. غادي نشوفوا ان شاء الله اليوم موديل ديال تني وفريد لواحد المتابعه من اسطنبول على ما كنظن من تركيا. قالت لي صيفطات لي في الانستغرام قالت لي عافاك اختي شوفي لنا هذا الموديل شكون يخدمه. انا يلا رقيت لكم اليوم شكون يخدموا. كنا بينا شونتيو في الفيديو اللي فات واليوم ان شاء الله معنا الكرام. كنشكركم وسمحوا لنا بزاف الناس اللي ما كناش كنجاوبوهم على قبل الضغط وعلى قبل السلعه كانت سالات. كنتمنى من الله يسمحوا لينا ومرحبا بكم عندنا، وكنتمنى عند الله نكون عند حسن الظن ديالكم وتعجبكم السلعه ويعجبكم حسن التعامل ومرحبا بكم. حيت في ديك الوقيته بقاو الناس تيعيطوا تيقولوا السلعه ما بقاتش داكشي اللي كان، راه البنات راه مشى في بلاصه. هانتوا دابا هاد الموديلات اللي معلقين انا نوريهم لكم هادشي اللي كاين، حيت تبارك الله ما شاء الله راه كتكون هاوته. راه ما تنعرفوش الناس شحال غادي يجي، واش غتجي 40 واش غتجي 50. راه المحل راه ما يمكنش يوفي مثلا 1000 بياسه ولا 2000 بياسه، حنا لا طرنا تاعينا تنديرو 50 60 بياسه اللي كتكون متوفره. كيقول لك مشينا غير اليوم السلعه ما بقاتش، راه كيجيو الناس الصباح راه كاين اللي كتهز بربعه بخمسه دجلال، راه ما يمكنش تقولي هزي وحده حيت انت ما عارفاش اصلا شكون غادي يجي. فلهذا الله يجازيكم البنات بخير غير شويه الصبر. بالنسبه من يفوت الفيديو عليه يوم ولا ثلاث ايام من الاحسن تواصلوا عاد تجيو، عيطوا للمحل تتقول لكم راه باقي عاد يجي. وما اللي قرابو تيعرفوا راه تتلقيهم هنا في الصباح تيتسناو حيت عارفين ان ما غتلقاش جلابه بدوك المواصفات بداك الثمن. ونبداو ان شاء الله نبداو باول موديل ان شاء الله. غنبدا لكم من اول موديل هما هادو اللي تيجيو دو بياس ان شاء الله بواحد الثمن زوين، ولكن ثلاثه الحبات اللي كاينين ثلاثه ديال اللبسات اللي بقاو. اهلا بعدا نوره، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير، امورك مزيان ما شاء الله تبارك الرحمن.
الموديل البنات هو هذا، شفتو تيجي دو بياس، كيجي بياس الفوقاني، البياس الفوقانيه تتكون هكا موسلين ياك، والتحتانيه شنو هو؟ دو ميسوا، تجي على هذا الشكل هذا، يعني شي حاجه خفيفه. هادو تيبقاو ان شاء الله 200 درهم، بقاو ثلاثه ديال البياسات، ما تقولوش ليا مشينا وما كاينش وكتكذبوا علينا والى اخره. البنات الله يسمح لكم مني، اللي كتقولوا لي كتكذبي الله يسمح لكم مني. فيها هاد هاد القصبي هذا بالاورانج لتحت، نوريكم ها هو شفتوا، وهنايا فيها الاصفر بالاخضر، هادي موسلين فوق ولتحت ياك، ولكن ما تتبينش. ها نتوما هادو ان شاء الله 200 درهم، ثلاثه ديال البياسات. هاد الموديل هذا ثلاثه البياسات 200 درهم، وداك داك البروج اللي هنايا ياك 200 درهم. ونشوفوا موديل اخر ان شاء الله. الموديل اخر هو هاد الشكل هذا، هذا تا هو بواحد الثمن جد مناسب لطلب المتابعات، ديري لنا جد لباس زوين وثمن مناسب. كاين هذه بطرزه الكمبيوتر، فيها الطريزه هنايا في اليدين بجوج في الكميمات، وكاينه في الصدر، وهذه ملاقيه بهذا العقيق هكا، دايره الخدمه ديال الايد، يعني مخدومه بالعقيق، ملاقيه بالعقيق كامله دوري نورا. وهذا الثوب الكريب، شوفوا الشكل ديال الكريب كيفاش داير، شفتوا؟ ما تقولوش ليا ما لقيناش داكشي اللي وريتينا. هادو ان شاء الله غادي يبقاو اليوم ب 300 درهم، هاد الجليبه هادي ب 300 درهم، وفيها بزاف تلوينات، فيها شي 8 تلوان. كاين دابا هاد الموف، وفيها موف مفتوح، وفيها هاد الباج هذا، وباقيين فيها الباناني قلتي ليا، فيها الوين بالغوز بيبي، فيها 8 تجليبات. هذا الموديل فيه 8 تجليبات، يعني هذا الموديل ديال 300 درهم الحياه متوفر عندنا 8 تجليبات، ماشي 8000 جلابه البنات. سريعوا اللي سبقات تاخذ اللي مكتب ليها، وانا لست مسؤوله البنات، انا ماشي مسؤوله على منين تجيو ما تلقاوش السلعه، انا اللي كنت نصوره وتنقول لكم. هذا الموديل اللي فات فيه ثلاثه، هذا فيه 8 البياسات ب 300 درهم. الموديل كيف ما شفتوا هكا مطروز لطلب المتابعات، بزاف بزاف كيتواصلوا مع امينه، عافاك صوري لينا، بغينا جليلبات زوينين بثمن مناسب. وندوزو الموديل اخر ان شاء الله. كاين هذا الموديل البنات اللي كنا دوزناه في رمضان، وعاودت خدمت فيه امينه نوره، خدمت فيه امينه وبقات فيها جلابه وحده، هذه 500 درهم، خدمه بكريب الزوين، هذا داك الكريب اللي زوين اللي طايح، فيها هاد الخدمه باليد، هاتي خدمه جديده، هادي ان شاء الله 500 درهم. شحال فيها في الصدر امينه؟ 27 28 في الصدر، والطول طويله، شفتوا ها الفصاله ديالها، هادي فصاله ديالها ماشي مخزنيه، فصاله عاديه، فصاله ايفازي، هادي ب 500 درهم، بقات وحده، هادي وحده ب 500 درهم، ونوريكم موديل اخر ب 500 درهم. ها نتوما فيها هاد الطريزه منبته هكا بهاد العقيق، هذا راه عقيق فواحد الطريزه خفيفه البنات. وهنايا كاينه هادي كتقول لها الكورميطه ياك امينه، كاينه هاد الكورميطه هادي هنا، وهنايا المسوس، عطيني يدك نوره، هنا فيها هاد المسوس هكا والوين فيها زوين، هادي حتى هي وحده ب 500 درهم، انا قلت لكم هادي وحده ب 500 درهم، فصالتها عاديه، شتي نوره. البنات بالنسبه كيقولوا كتباع في الليل، راه فعلا راني تيتلاح الفيديو، كاين الناس اللي تشري من الفيديو، كتفيرسي لك سور بلاص، كتفيرسي ليها في البلاصه الفلوس، وكتقول لي هذيك ديالي، دونك هي انت تجي انت الصبح كتقولي هذيك الزرق، كتقول لك راها تباعت، كتقولي انت امتى تباعت، الناس بالاخص ناس الناس البلاد ماشي غير اوروبا، اي قالت لك ما عرفتش كيفاش كيديروا ليها، راه يمكن يعني كيكون حسابك عندك واحد لابليكاسيون في تليفونك، كتفيرسي الفلوس سور بلاص، كيجوك ديك الساعه كيدخلوا عندك، كتباع البياسه البنات. فلهذا الله يجازيكم بخير، قبل ما تجيو منين يفوت على الفيديو على الاقل غير يومين اتصلوا عاد تجيو المحل. هذه الجليبه هي حتى هي ان شاء الله ب 500 درهم، ونوريكم جليبه اخرى، لان هنا كنخدموا الخدمه ديال المعلم، ما يمكنش ماشي بحال الجلابه ديال المعمل ولا ديال الشركه كتكون فيها بزاف، كتفصل ب 500 ب 600 ب 1000، هنا تنخدموا بياسه 10 بياسات، يعني جمعنا تقريبا واحد 50 بياسه، غادي ندوزوها لكم بين القفاطن وبين جلابه ان بياس وبين جلابه دو بياس، يعني 50 الناس اللي غادي يستافدوا، ما يمكنش يستافد داك البشر اللي شاف كامل لا فيديو مثلا بحال الفيديو تكاش توصل 100000 والصرف، وكلهم كيقولوا لك واش باقي واش باقي السولد. البنات انا تنقلب لكم على هاوته اخرى ان شاء الله في تكيشطات والقفاطن، غير صبروا معايا ويكون غير خاطركم ان شاء الله، والله يسمح لكم البنات اللي كتقولوا كدابه، وندوزوا الموديل اخر ان شاء الله.
الاخر جي البات ديال 500 درهم، هادو البنات 500 درهم هي سولد، راه ماشي ثمنهم، لان الطرز بالنسبه للبنات اللي اول مره غادي تشوف يعني لا فيديو، اما البنات اللي عارفين امينه عارفين الطرز اللي عندها، هذه راه البنات راه طرزها تاعت الايد، انا غنوريها لكم من الداخل اتقان ديال اوريني من الداخل امينه هذيك الجلابه، ها هي راه نفس الطرزه، شوفوا معايا بحال هنا بحال وجهها، هانتوما بحال الوجه بحال الظهر ديالها، شفتوا راه نفس الموديل في داك البريد ياك، هذا كيتسمى البريد وربط هي بالايد، فيها طرزه هنا وفيها طرزه هنا، والتوب ديال الكريب، وفي هذيك الخدمه ديال المعلم، هذه البرشمان هذه بوحده اللي بالايد، شفتوا هذا السومو مفتوح، هذا السومو وهذا سومو مفتوح عليه، شفتوها ما غايبان لكم الفرق، هادو فيهم جوج جليلبات، هذه فيها طريزه في الكتف، هذيك ما فيهاش، ياك هذه فيها طريزه في الكتف، هذه ما فيهاش، هادو ان شاء الله بجوجهم تا هما ب 500 درهم، بقاو جوج، بقات هذه وهذه، العبار امينه المهم 28 28 29 ما درتيش لنا اليوم 32 و30 تبيديباتي ديالي كاينين كاينين ان شاء الله البنات، هذه تاهي ب 500 درهم، بقاو فيها جوج جليلبات ب 500 درهم، وندوزو الموديل الاخر ان شاء الله. ايمان البنات في الجديد وجليلي بادو بياس وفنه وزوينه البنات، البنات دائما كنقول لكم داكشي اللي تيعجبني راني تنلبسو تنوريه لكم، هذه جليلي بالتويب ديال هذا التحتاني، شنو هو هذا؟ هذا سوسدي، شوفوا معايا راه تيبين، وفي هذا الطرز بالرباطي ولا بالايد؟ هذا الطرز بالرباطي، وكاين القفيطي لتحت مخدوم كامل بالراندا، مخدوم بالطرس هنا، انا غنوريكم حتى من الداخل، فيها هذه الخدمه هذه بالبرشمان، فيها هذه السنينات هذو بالبرشمان، عجبتني هذه الجلابه حيت الطاي ديالها كبير، هذه 32 33 تبيديبات ديالي، اللي عندها كتلبس هذا العبار وتكتبت ليها مرحبا بها، حيت صاله مخزانيه بحال دابا نوره تتلبس 7 28 في الصدر، جاتها مع في صاله مخزانيه وفيها طريزه في الجنب، عطيني الجنب نوره، فيها طرزه هنا في الجنب وبالقب ديالها بحال هذا الشكل هذا، شفتوا وعطيني القفطان نوره، نشوف القفطان هانتوما البنات، القفطان فيه الراندا حتى لتحت مخدوم هكا، شفتوا هبط لي هاد السنيله، اش كتقول هادي السنسله سليته ولا غورميت، هبط لي حتى لتحت البنات، شفتوا وب 500 درهم جلابه دو بياس ب 500 درهم، كاين هاد البلوغ وهادي بالاصفر، غادي نلبسهم ليهم، انا غنلبسهم ليهم ان شاء الله، كاينين ثلاثه ديال البياسات وريني ياك، كاينين ثلاثه البياسات انا غنلبسهم لكم ان شاء الله، هادي في الاصفر نفس الموديل، تتختلف غير الطريزه، اما نفس الموديل نفس الثوب، حتى هذا حتى هو تيتسمى سوسدي ياك امينه، انا ما تنعرفش في التواب، هذا تيتسمى سوسدي، وفي هدف هاد التويب التحتاني شنو هو؟ في بحال في شويه الصقلي، شوف البنات نفس الموديل طريزه بالموف والصفرجه غزاله البنات، وجليلي باب ثمن مناسب 500 درهم دو بياس، دابا تبارك الله ما شاء الله المناسبات، يعني تنبغيو هكا جليلبات دو بياس للمناسبات، بحال شي حاجه مثلا شي سابع ولا شي ضريب صداق، تتبغي غير هكا جليليبه خفيفه ب 500 درهم، كاين هذا اللون هذا في هذا الموديل، وكاين هذا القصبي هذا حتى هو زوين، ما عرفتش واش غنلبس، لبسوا ليهم انور يلاه لبسوا ليهم باش يبان ليهم، انا لبستها لكم البنات باش تبان، هادو راهم كبارين 32 33 اجي نقول لك حتى 34 هادو، لا هادو راهم جليلبات هاد دو بيات هادو كبارين، وكاينين عندنا موديل اخر صغير شويه ياك، دونك هادو التبيديبات ديالي ثلاثه الموديلات بحال بحال، تتختلف غير الطرزه، ودائما القميص التحتاني البنات بالراندا بحال الاولى، التوب سوسدي في هاد القصبي هذا، هذا في الاصفر بالراندا وفيه الراندا، اعطيني القفطان نورا اصفر سيتو اييه، هذا الاصفر هذا شفتوا فيها الراندا حتى لتحت، ودائما 500 درهم ومخزانيه، والخدمه تاعت اليد هنايا البرشمان شفتوا، وهادو طايات كبار، هاد اللوين هذا زوين، هاد الفيغ وهذا بالاصفر، ودائما 500 درهم 500 درهم دو بياس، ونوريكم موديل اخر دائما في دو بياس وبثمن مناسب البنات، موديل اخر في دو بياس وموديل زوين دائما دو بياس، كاينين جوج جليلبات نفس الطاي امينه، هادو 28 29 صدر، هادو شويه بالنسبه للبنات اللي ضعف شويه شفتوا، وبالراندا هادي كامله، هادي بالراندا في الجليلبه ياك، هادي راندا، هادي ملاقيه بالراندا كلها في الكميمات، ملاقيه هنا بالراندا مع هاد الطرزه هادي هنا، والطرزه هكا في الكم والضرس، والقفطه التحتاني حتى هو نص طوق براندا عريضه، انا غنوريه لكم شفتوا
هذه هي جليليبه وهبطه فصالتها عاديه ديك اش كنقولوا ايفازي دوري نورا، ودخلتي مع هذاك الباج ترابي جفن مع هذا الموف. هذا الناس راه موف، انتم تيبان لكم بحال بلوغ، وهذا راه موف. عطيني القفطان نورا، توي بد القفطان حتى هو زوين. شنو نقول لهذا الثوب امينه؟ دومي سوا. ها نتوما البنات، هذه راندا نص طوق حتى لهنايا وب 500 درهم. جليليبه زوينه وثمن جد مناسب، جلابه ديال الحضور وفيها جوج البياسات. كاينه هاد البياسه هذه وهاد البياسه، وما تقولوش ليا كذابين ما لقيناش. ها نتوما البنات، كل موديل كنقول لكم شحال فيه. هذا الموديل فيه جوج بياسات وب 500 درهم دو بياس، ونوريكم دو بياس اخرى ان شاء الله. نتوما البنات، موديل اخر دائما دو بياس، شفتوا معايا. ودرتي هاد الخضر ملكي مع هاد الغوز فوشيا، جا فن. هاد الغوز انديان جا واعر، لان دائما كنقول لك عندك الوان كتجي الرئه في الالوان كما تنقولوا. انتم الطرزه هادي، وتقدر اللي بغات تزيد تنبتها تنبتها، يعني اللي بغات تنبتها راه تزيد مازال تعطيها واحد هنا. باش قالت لي راه ممكن نبتها ولكن غادي تزيد الثمن. اللي بغات تنبتها غادي تنبتها الراسه باش تعطيها مثلا تزيد تكون حضاريه اكثر. فيها الطريزه حتى في اليد. هذا مسلم، ماشي سوسدي، هذا مسلم. والتحتاني واش نص طوق ولا تلتحت الراندا؟ لا نص طوق. نص طوق حتى هو. وشوفوا معايا الدرس هكا وبالراندا. دابا نوريكم القفطان عن قرب، ودرتي لي هاد الخدمه ديال المعلم هذا. نشوف القفطان نورا، ودائما في الصاله العاديه ها نتوما نص طوق بهاد شنو كتسمى كوزه ولا تولاتيه ما عرفتش انايا. شفتوا تلبسي القفطان بوحدو وديري معاه جليليبه ديالو، وفي صاله عاديه في صاله ايفازي ها نتوما شفتوا، وبالقفيطين ديالها. هذه فيها جوج الموديلات، فيها جوج ليلبات في نفس اللون، ولكن كاين في الوان اخرى. انا غنوريهم له اللون، كلشي غنلبسو لهم ان شاء الله. شدي نورا، ها نتوما هذه فيها جوج ليلبات. عطيني العبار. طيب حالها 28 29 يعني من 27 حتى 29 تلبسها و 500 درهم البنات. ونشوف لكم دو بياس اخرى. هانتوما البنات، موديل اخر في جليلبات دو بياس 500 درهم. هادي حتى هي فهاد الطريزه هادي بهاد الموطارد بالموف، جا زوين حتى هو. انا تيعجبني الموطارد في الاول مفتوحين. هانتوما شفتو، ودائما الطرز في الكميمات. هادي بالخدمه ديال المعلم، ودايره ليها الطرز هكا في الكميمات حتى هو. دائما اللي بغات تزيدها مازال حضاريه اكثر تزيد تنبتها. الطرز في القفيطين هكا وفي هنايا، وهذا تا هو نص طوق. نشوفوا الطوق ديالو نورا، نشوفوا القفطان التحتاني باش كلشي يبان البنات واضح ان شاء الله. شو الخدمه راندا نص طوق هكا، وبالقفطان ديالها. هذه فيها تقريبا 31 الصدر في الفوقاني، التحتاني ما عبرناش. بحال غيكون فيها 31 32 و 500 درهم. وكاين موديل اخر نفس اللون مخالف غير في الطرزه، نشوفوه هو هذا. هانتوما هذا نفس الموديل مخالف غير في الطرزه، حتى هو بالموطارد وبالموف، وفي طريزات في الصدر وطريزات في الكميمات. نفس الموديل حتى في القفطان، حتى هو ب 500 درهم. هذا الموديل فيه جوج لبيسات ب 500 درهم. وندوز لكم الموديل الاخر في دو بياس ان شاء الله. البنات دائما في 500 درهم موديل اخر في الاسود. وريناكم ديك البلوماري الاولى، ودابا هذه في الكحل، في هذا الغوز والاصفر والموف مفتوح ودو بياس. ودائما نص طوق هذه تاهي براندا جليليبه بخدمه المعلم. هذا المسلين ماشي السوسدي، والطاي ديالها تاهي بين 31 و 32 شفتوا، وبطاء في الصاله ديالها ايفازي وب 500 درهم. هذه فيها وحده، هذه فيها جله، فيها جوج هذا الكحل. هذه الكحله فيها جوج نفس الموديل، نفس الموديل نفس اللون. هذه فيها جوج بياسات. وندوز لكم ان شاء الله الموديل اخر. بقاوني في دو بياس، نوريكم دو بياس في اللي ورا نورا. هادو اللي الاخرين ان شاء الله اللي في هذا الشكل هذا، انا غنلبسهم لكم. ها هما انا غنلبسهم لكم. هادو ثمن ديالهم بوحدو، هادو ثمنهم ثمن اخر. نلبسهم ونتلاقاو ان شاء الله. هانتوما البنات، الموديل لبستو لكم هذا البنات، يجي دو بياس. هذا غنهضروا عليه شويه باش نشرحوا للبنات هذا الثوب. هذا شنو هو؟ حرير دوميسوا. هذا حرير دوميسوا، هذا كيكون شويه ثمن لاسوا، كيكون الثمن ديالو شويه طالع. مخدوم بهذه الخدمه هكا. هذا الطلب المتابعات اللي برا، هما اللي قالوا بغينا هاد الدوبياس في هذا الشكل هذا. ها انتم شوفوا الفصاله ديال الكول، ديك الفصاله ديال الكري هذيك. هو
ها نتوما بهذا الطرز هذا باليد، هذا طرز الايد، هذا طرز الايد وتنبت باليد البنات، وفيه حتى في الكميمات هكا. هذا ماشي جلابه، هذا قفطان، هذا قميص ولا قفطان بلا قب، يعني تتلبسيه هكا بالحزام بهذا الشكل. هذا كيكون سامبل لتحت والفوقاني هكذا، دوري نورا تيجي على هذا الشكل هذا هكا. ما بغيتيش تحزمي كتحلي الحزام، حلي الحزام نورا. انا حطيت لكم الحزام غير دي بانينا، باقي ما جابتش الحزامات، وقلت لها نحزمو باش يبان البنات كيفاش كيجي محزم. وتقدري تحيدي داك الجلي الفوقاني، حيديه نورا، وتبقاي غير بالقميص ديالك بحال هكا، ها الفصاله ديالو هانتوما. هذا تيبقى ب 1100 درهم، 1100 درهم. هذا طلب المتابعات، كاين هذا اللون هذا في هذا الموطارد هذا، وبهذا الجيلي في هذه اللوينات اللي قرابين ليه، حطيه على كتفك نورا، لبسيه على ما نعاود نصور لهم هذا. وكاين هنا موديل اخر نفس الموديل، مبدل غير في الطرز، هذا بالماكينه حتى باليد، هذا حتى هو الطرز باليد هكا، ونفس الموديل نفس الخدمه هنايا بالصم هذا نفس. اياه هذا في هذا الاورانج هذا بهذا اللوين هذا مزوق هكا، هذا حتى هو 1100، هذا حتى هي ب 1100 درهم. واللي بغى القفطان بوحدو انا نوريكم ياك امينه، كاين قفطان هذا الشكل هذا ب 600 درهم، تيجي حتى هو هكا مطروز. هذا شنو طرز الماكينه، هذا ديال الرباطي والكريب، الكريب اللي مزيان، وجايين السطوق هكا بالعقاده البنات وبالصم، والكميمات تا هما فيهم هذه الطرزه. وهذا تا هو الا بغيتي ليه الجيلي، وريني الجيلي، هو ماشي ديال هذه اللبسه ولكن راه نفس الموديل. انا نوريكم كيفاش هذه يجي، هذا شوفوا هذه جوهره ياك، هذه دارتها، هذه دارتها بجوهره في هذا الشكل هذا، شفتوا، وحريريه يعني نفس اللوينات. شفتوا هذا كيفاش غيجي، انا غادي نلبسو لهم باش يبان حيت عجبني. شفتوا الا بغيناه بالقفطان 1000، هذا اكثر منه، هذا جوهره غاليه، نقولوا الثمن كله وجه ديالو شحال تبقى، 300 درهم، هذا زيد 200 درهم. هذا لبسنا بهذا الثوب هذا، عطيني امينه انا غنلبسها لكم ونكمل لكم الشرح ديالها ان شاء الله. انتم البنات انا لبستها لكم حيت عجباتني، عرفتوا البنات هذا الفوقاني لبسته قوت ما عجبني، لبسته قيسته. عجبني بزاف. شوفوا معايا جات فنه، بغيتيها هكا قلنا هذه بوحدها ب 1326 ريال، لان هذا اللي غالي، هذا بوحدو البنات يدير 500 درهم، هذا بوحدو البنات يدير 500 درهم. يلا خرجت هذه ياك، حيت انا اول مره انا نشوفها، ما عرفتش واش البنات بحالي. شفتوا ولا بغيتي غير القفطان بوحدو، نورا حيدي لنا هذاك الجيلي باش يبان لهم الطرزه اللي في القفطان. شوفوا القفطان بوحدو تبارك الله غير بوحدو جا غزال، والبنات الخدمه لا فينيسيو. ما غنبقاش اللي لاحظتوا ما بقيتش كنوريكم الطرز حيت اغلبيه وليتوا عارفين الخدمه ديال امينه. عطيني الظهر نورا، فيها الطريزه هكا في الظهر، شفتوا، وفيه لون اخر في هذا الفيغ او هو، شوفوا معايا نفس الموديل. دوري نورا الظهر هانتوما، شحال قلنا غيبقاو هادو 600، هادو غيبقاو ب 600 درهم قفيطنات بوحدهم. ولا درتي معاه هاد الثوب هذا اللي وريتكم ديال الجوهره، هاد الجديده هادي غيبقى ب 1300، بغينا هاديك فحال اللي ورا نورا غادي يبقاو ب 1100 ياك، هادوك اللي وراها ب 1100 درهم ان شاء الله. موديل كيستاهل. لبسي لنا اختي هذا باش يبان لينا، وراه يجي حتى مع هاد الاخضر هذا، شتي راه يجي حتى معاه، شوفي شتي راه يجي حتى معاه، شتو لا كاع ما كان باش بانتلكش انت امينه، كاع الالوان لانه لون راقي جدا. واللي بغاتو بالقب راه ديروا لها بالقب، اللي بغاتو هكا قفيطين ديروا لها قفيطين. بالنسبه حتى للبنات اللي عندهم الوزن، دابا ملي كيكون عندنا الوزن تنتحزمو ما تيعجبناش راسنا محزمين، هاد ستيل بحال ما هكا رائع، حتى في مناسبه كبيره مثلا في قاعه تلبسي بحال هاد الشكل هذا. ملي كتبان لكم نورا تدور عرفوا راه الثوب حريري. هانتوما البنات هادي ب 1300 درهم، ولا بغيتي القفطان بوحدو 600 درهم. ونشوفوا موديل اخر، الموديل الجديد اللي هما الموديلات اللي ولاو دابا بصدف بلاصه العقاد، اللي هما هادو. وطرزة الايد بتنبات، فيها طرزه هنا وفيها طرزه هنايا، وفيها عطيني تنبات من الداخل كيفاش داير امينه، شوفوا معايا شوفوا التنبات كيفاش داير. بالنسبه لقلبي قلبي امينه، بالنسبه للخياطات غادي يعرفوا تنبات كتنبت امينه، ما تتنبت فاس
الخياطات ديالها عندها في فاس ما شاء الله عليهم، تحيه لهم تبارك الله عليكم ما شاء الله. يعني الغرزه حدا الغرزه ما كاينش داك كنقولوا ديك التعكيكه هي توتو زوين سنيده على شي حاجه رقيقه. شفتوا هنايا مخدومه بسنيده والثوب الكريب زوين ها نتوما طايح، وغادي يبقاو ان شاء الله ب 600 درهم فيهم طرز ديال اليد بالتنبات، وهذا الموديل فيه في الكتيفات طريزه، هادو غيبقاو ب 600 درهم. وبهذا الصدف اللي ولا دابا كاين هذا اللون هذا، وكاين الاحمر اللي لابسه نوره، وكاينه الموف اللي لابسه امينه ها نتوما حتى هي فيها طريزه هنا. ديري امينه هكا باش تبان الطريزه، الطريزه يعني مختلفه على طريزه اخرى شوفوا معايا. وكاينه في هذا الاصفر هذا حتى هي غادي مدخله فيها الطرز تاع اليد، هذه ما فيهاش تنبات شفتوا هذه كيفاش دايره، اييه وفيها هنا وفيها في الكتيف هكا شفتوا. وكاينه هذه البلوغوا هذه حتى هي خطيره شوفوا معايا، البلوغوا حتى هي فيها هاد التنبات، هادي فيها التنبات هكا، هادو كلهم ب 600 درهم، هادو ب 600 درهم البنات. شحال نقولوا كاين من موديل البيع، واللي بغات البنات كوموندي اي لون بغات راه تعطي العبار الامينه وتصيفط لها لافونس وتصوب لك الموديلات. كاين سبعه ديال الجليبات في هاد الموديل، كاين هاد الاصفر، كاين هاد البلوغوا، كاينه الحمراء اللي لابسه نوره ها هي، وكاينه هاد الموف هادي، وكاين اللون اللي لابسه امينه هاد الموف هذا بهاد الطريزه هكا. 8 ديال الجليبات. انا غنلبس لكم هاد الموف باش هي تشوفوها كيفاش جات، لان هذيك البلوغوا ملبوسه وهاد الصفره ملبوسه. وندوز لكم ان شاء الله الموديلات اخرى. هانتوما البنات لبست لكم هاد الموف باش تعرفوا حتى الفصاله، لان الفصاله مخزنيه هذه تلبس حتى 32، تلبس حتى 32 في الصدر. بالنسبه للبنات اللي كيقول لي شنو هو 32، البنات تنعبروا ديري تكنورا هكا، تنعبروا من هنا حتى لهنا وتنعرفوا مثلا كنلقاو 27 كنلقاو 30، هذا هو العبار يعني من هنا حتى لهنايا تلبس حتى 32 33 تقريبا يعني. حيت ندوزو الموديل اخر، هادو تاهما تيجيو هادو بالتنبات كاملين، هادي تتجي منبته كلها يعني. الموديل ديال التنبات كاين التنبات اللي خفيف، كاين اللي هكا دابا بحال هادي فيها درشيمات خفاف، هادو كلهم البنات جلابه كلها باليد، هادشي راه باليد وهادي باليد. معروفه الخدمه ديال هاد التنبات اييه، والخدمه البنات دائما شي حاجه متقونه. هادو غادي يبقاو ب 700 درهم وفيهم الوينات، كاين هاد الطريزه هادي ها هي، ونوريكم طريزه اخرى ب 700 درهم. انتما البنات موديل اخر كنا خدمناه في اول فيديو كنت خدمت مع امينه، ولكن ماشي نفس الزواقه يعني خدمه جديده وشي حاجه زوينه وثمن اخر. هادو هادو ديال 700 درهم يعني، هادي كلها هنايا هاد الخدمه هادي البنات بالنسبه اللي واخدين معارفين الثمن ديالهم. هادو اليوم عند امينه ب 700 درهم. عطاني نشوفوا تنبات امينه شوفوا معايا، كلها خدمه ديال اليد. وبهذا الحجر هذا شنو تسميه امينه؟ سنيده، والكاليتي ديالو ماشي داك اللي تيبات ولا. هانتوما البنات علاش نهضر لكم، باش كتعجبني الخدمه د امينه هو الاتقان في التنبات، لان هي اصلا نباته. دابا البنات اللي تيخدموا لها راه هي اللي معلماهم، اللي بغات تعلم التنبات تعلمي امينه ياك. هانتوما شفتوا الخدمه كيفاش دايره، شوفوا معايا التنبات يعني غيجي عند امينه وتعطيك موديل ديال التنبات قلبي وقلبي راسك يعني قلبي دغيا جليليبه. شوفوا هاد التنبات هذا حتى هو هاد الشكل هذا شوفوا هنايا، خدمه فنه وخدمه متقونه وخدمه نقيه والثمن جد مناسب. نرجع لكم الكحله، ها انتم التنبات ديالها بسنيده ما، وهذه في صاله مخزنيه والاكحل والاسود ما نقولش لكم شفتوا، ها هي في صاله ديالها والتوب كريب زوين طايح و700 درهم. لبسوا لهم موديل اخر، موديل اخر في التنبات هذه حتى هي شكل اخر، هي تنبات هنا في الصدر بسنيده. هذا البنات بلوجين في الكاميرا تيبان لكم فحال البلوغوا اللي بحال ازرق شفتوا. دوري نورا فصاله مخزنيه، هذه تتلبس الكونطي وتيطي تلبس من 27 حتى 30 32 هانتوما، ودائما 700 درهم والخدمه مهم راكم عرفتوا وريتكم شي كلها هنا بتنبات هكا في الخدمه هذه و700 درهم.
ونشوف لكم موديل اخر ان شاء الله في تنبات، حيت حاولت نلبس لكم الموديلات كاملين باش ما تقولوش ليا ما زوينينش ما لقيناش ما شفناش. الموديلات كلهم اللي في المحل اللي غادي يتباعوا ان شاء الله وريتهم لكم، واللي عجبتها شي حاجه البنات بالنسبه اللي كتلبس الكرون طايولة تواصل مع امينه صيفط لها لافونس وتعطيها العبار وتخدم لك اي موديل بغيتي. هما البنات موديل اخر وفي هذا اللون، هذا هاد المرتديله مفتوح ودخلنا فيه هاد اللوينات هادو هكا، هذا دائما تنبات يعني موديل ما تيشبه موديل، كل موديل والشكل ديالو. وهذيك الاورانج اللي شفنا هذيك راه وريتها لكم وعاود نوريها لكم باش تشوفوا لون اخر، نشوفوه امينه حيت ما شفناش مزيان، شوفوه ان شاء الله. ها هي البنات شفتوا هادي حتى هي طريزه زوينه تجي على هذا الشكل، نوريكم دائما التنبات نتوما شفتوا. وهادو 700 درهم هادو ديال التنبات. وندوز لكم ان شاء الله الموديل الاخر اللي هو هذا، شنو تيتسمى هذا امينه؟ مرمى. هذا المرمى فيها جوج موديلات، كاين هذا اللون هذا. هادو امينه شحال غادي يبقاو؟ هادو غادي يبقاو ان شاء الله ب 600 درهم، هي براندو وفيهم هاد المرمى هكا وبالكريب، هادو ب 600. وكاين لون اخر لبسو لكم، لبست لكم هاد الموف هادي شفتو كيفاش جات ملبوسه، هاديك حيت في المانكان ها هي، ولي لابسه نوره هادي فيها على شكل طوسه، هادو ب 600 درهم تتخدم بالراندا هنا الملاقيه تاع الراندا والملاقيه هنايا. وفيها هاد المرمى هي اللي غاليه اصلا، هاد المرمى تتخرج شويه غاليه وب 700 درهم ودايره لها في صاله عاديه يعني ماشي مخزنيه. وندوزو لاخر موديل اللي هو طوي تنيو فريد، بغيت تفهمي تنيو فريد ندوزو ليها ان شاء الله. البنات هذا هو تنيو فريد، هو هذا اسم غريب، هو هذا البنات تيجي هنايا فيها مع هذا اللون هذا ومع الضو، انا غنحاول نزيد لكم الاضاءه باش يبان لكم. كيتخدم بالبونج قلنا وتيتخدم هكا، هذا كانوا كيخدموا بالماكينه الرجل دابا تيتخدم بالكمبيوتر. اييه يعني ما كايناش، حيت انا كنت شفتها ودخلوا عندي كما قلت لكم البنت من تركيا من اسطنبول، قالت لي عافاك شوفي لنا هذا الموديل يلاه كتاب، كنت ورثت لكم في رمضان دابا وجدنا لكم موديلات شفتوا كيجي هنا في الكميمات وتيجي هنا في الصدر، هذا هو تني وفريد تني فريد، وكيجي حتى هنا في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ هذا في القب، كيجي على هذا الشكل هذا. دوري نورا باش يبان لهم القب كيفاش تيجي، شوفوا الشكل ديالو كيفاش تيجي هكا مع هذا اللون مشحشع شفتوا. شحال تيبقاو هادو نورا؟ هادو ب 650. هاد الخدمه مغلياهم وحيت باقا شويه جديده يعني ما كنقولوا ما ضيعش بزاف، ما كيخدموهاش الناس بزاف عند واحد ياك. دونك نفتخر بالشطيبه حي شعبي ما شاء الله وفيها هذا الشيء وهذا الثمن. تحيه للناس اللي في الشطيبه كاملين، تحيه لسيدي عثمان كلهم، تحيه لكازا كامل، تحيه للمغرب كامل، وتحيه للجاليه فين ما كانت باش حتى واحد ما يتقلق عليا. هذه البنات 650 درهم 13000 ريال، يعني اخر ما كاين في الجلبات بصدف وتني فريد تني فريد، يعني سميه غريبه. كاين هذا اللون هذا ثوما، هاد اللون الاخر ديالها جات في هاد الاورانج هذا نفس الخدمه شفتوا، يعني تتجي شي حاجه جديده هادي في الكميمات هكا. وفيها غادي تكون متوفره غدا ان شاء الله اللوينات الاخرين اييه. وبالنسبه اللي بغاتها سير كوموند تواصل مع امينه، جيبي الثوب ولا تاخذ لك امينه الثوب عطيها العبار، الناس اللي مثلا اللي خارج كازا ولا خارج المغرب صيفطي لها كنقولوا العربون تصبيق لافونس والعبار وتصوب لك وحده. والجلابه اللي دائما كاينه ديما تتوجدها لنا امينه، دائما الجلابه اللي دائما عند امينه ودائما تاخذ عليها يعني لي كوموند، هي الجلابه اللي كنا دوزنا في اول فيديو كنت خديت منها انا البنات اللي كانوا شافوني لابساها، حتى اليوم توفره درتي وحده وقلتي لي درتي منها جاوب البنات داو بقات لك هذه. ذكرينا بالثمن امينه، 600 درهم راه كانت ب 900 درهم البنات هذه، ولكن كانت طرزه في الكتف وطرزه في الصدر، كانوا جوج كانت بحال هذه هنا وكانت هنايا في الكتف، اليوم ان شاء الله ب 600 درهم. وفيها هي خدمه المعلم ودائما في الاسود، انا طلعت في الاسود خطيره خدمه المعلم هذاك البرشمان البنات. عندكم هذه الجلابه هذه والجلابه الاخرى حتى هي الطلب المتابعات خدمتي منها بزاف، انا غنزيدها لكم باش تبان لكم.
غنوري لكم عن قرب البنات، هذه هي خدمه تاع الايد. هذا الطرز بالايد، شفتوا فيها الطرزه هنايا وفيها هاد الطرزه هنا. الطرزه هنا ديرا كنا بينا البنات في رمضان وكان عليها الطلب بزاف، دونك دابا متوفره وحده، واللي بغات راه تصاوبها لها امينه. طريقه البرشمان قوس قزح، يعني دي طريقه جديده، هذه خدمه جديده جات على هذا الشكل. امينه الثمن 600 درهم، هذه ب 600 درهم البنات. بالنسبه لجليبه بالثوب وبهذا الطرز ب 600 درهم راه ثمن جد مناسب. نقول العبار الصدر هذه شحال تكون فيها باش اللي بغاتها؟ تكون 28 29. 28 29، ولكن راه فن هذا الجلاب، انا حيت يعجبني الاسود بهذه الالوان هادو، شفتوا هذه ب 600 درهم. شفت لكم مزيان حيت صراحه جلابه ماويه، شي حاجه نقيه. انا نبركد لكم البنات، شوفوا معايا الخدمه ديال الطرز، هذا طرز الايد يعني بحال هنا، شوفوا معايا الكاميرا بحال القدام بحال وجهها بحال الظهر ديالها، شفتوا طرز خطير عند امينه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. غادي ندير لكم البنات هاد الجوله باش اللي بغات شي حاجه دير سكرين، معلومه لبسناهمش لكم. هادو ديال 600 درهم باش نقل. وكاين هاد الزرقاء هادي حتى هي، حيدي لنا هذيك امينه، حتى هي ب 600 درهم حيت هادو ما لبستهمش لكم. ختامها مسك البنات، كنت غنقول لكم بسلامه وشفت هذا الموديل حيت يلاه جا دابا، يلاه جبناه من المصبانه. شو معايا هذه دو بياس بجلابه، كنا شفنا قفيطنات، هذه شي عروسه الله يسهل على البنات. دائما الناس كانت تفايل عليكم، اللي فيكم تخطبات تكتب لي في التعليق العثمانيه تفايلتي عليا تخطبت وتزوجت، الله يسهل على البنات كاملين. دوري نورا العقوبه كان ورا تنتيا انتما، شفتوا جلابه هذه جوهره حتى هي ياك. اييه شوفوا معايا شي عروسه الله يسهل على البنات كاملين، البنات مع صلاه العصر. دوري عندي نوره جليليبه في السومو وفيها حتى هي الطرز والتنبات، درتي لها هذا الحجر درتي لها هذا الحجر هكا، شوفوا معايا هنايا بالصم والقفيطين هكا حتى هو فيه الصم بالسومو، يعني جلابه فنه وجلابه حضاريه. وهذا اللوين كما قلت لكم لشي عروسه ان شاء الله، هذه البيعه امينه الثمن ديالها 1300 درهم، لان مغليها الثوب هذا هاد الجوهره البنات، هذه تدير 500 درهم، هذه هي اللي مغلياها. ولكن يقدروا البنات الا جابت لك الثوب تطلع عليها الخدمه، مثلا جبنا الثوب شحال 800 700 درهم، الا جبتي الثوب 800 700 درهم حيت دو بياس. وتبارك الله عليك نوره وتبارك الله على امينه. اليوم ان شاء الله كانت كوليكسيون زوينه وشي حاجه كنقول لك ما شاء الله عليك، لا في اللوينات لا في التناسق، ماشي تنجاملك حتى تنصور لك، ولكن تيعجبني نخدم معك حتى تعجبني الخدمه ديالك. ماشي تنشكر فيك البنات والبنات اللي جاو تقداو من عند امينه، حتى في التعاليق عافاك ديريني دويره عند امينه، البنات حتى اللي ما شريت نزه، ماشي ضروري كنا غنشري، الله يحسن العون. المهم نشوفوا باش تباني مع الضوء، نشوفوا الجديد، نشوفوا الموديلات، نشوفوا الطريزات، نشوفوا ما شاء الله عليك. البنات المحل كما قلت لكم تيتواجد في شطيبه، انا لست مسؤوله، تجيو تقولوا لي ما لقينا والو كذوب. الموديلات اللي وريتكم البنات ها هما معلقين، ها هما هنايا في السنتر البنات، ما تقولوش لي كذوب. غنقولوا شحال تكون من بياسه تقريبا، تكون 50 بياسه، دونك 50 بياسه اللي كاينه. واللي بغات اللي عجبها اي موديل، اي موديل عجبها البنات تقدر انها تواصل مع امينه، تعطيها اللون تعطيها العبار وتصاوب ليها. والوقت راه ما كتاخذيش الوقت بزاف على حساب، دابا ان شاء الله عاوتاني راه قريب العيد الكبير، الله يبلغنا ويبلغكم ان شاء الله بخير وعلى خير، ويجلينا الرزق ان شاء الله باش نكونوا به يعني قبل ما يكون عاوتاني الزحام. وغتكون ان شاء الله وان شاء الله شي فيديو قبل العيد ان شاء الله ان شاء الله ضروري عاوتاني كميه ان شاء الله. نخاف عاوتاني غير ما نجي فين نصور تقول لي لطيفه السلعه سالات، ولكن بصحتهم دائما من المتابعات اللي مشى عندهم مرحبا بهم، ونقولوا بسلامه انا ما سخيتش بسلامه عليكم الفيديو جاي البنات. البنات ما تنساوش غير لايك وبارطاج باش كلشي يستافد، وبسلامه عليكم الفيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.